تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. كما هو المثل المعروف، فرح بلكونه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. فرح بلكونه طالعه بتهاجم جماهير النادي الاهلي والسوشيال ميديا، وبتقول ان احنا بنطلع اشاعات وان اللي حصل ده اصلا فوتوشوب وما حصلش، وكله هري وهبد وهرس من الفيسبوك ومن السوشيال ميديا ومن بعض الاعلاميين اللي اخذوا الكلام من لسان واحده بتدعي انه حازم امام كسر الازاز وكسر الاوضه ورمى الازايز والخ الخ الخ. طيب احنا هنطلع ونسمع ونشوف فرح بلكونه قالت ايه، وهنرجع نرد عليها كلمه كلمه. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي، زي ما اتفقنا هتعمل لاخوك الاهلاوي لايك على الفيديو بتاعه اللي طالع بيكلمك فيه. تاني حاجه، لو اول مره تشوفني ومش مشترك في القناه، اول حاجه تشترك في القناه وتفعل الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك اي اشعار بينزل باي فيديو لينا على قناتنا. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف فرح بلكونه ملكه الهبد والهري والهرس، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. امبارح الحمد لله رب العالمين كسبنا وفرحنا بفوز الزمالك في اول مباراه في البطوله الافريقيه، كانت بدايه افريقيه يعني مبشره. طبعا قدرنا ان احنا نفوز على تاسكر الكيني وده كان في ملعبه، واحنا الفريق المصري الوحيد اللي كسب مباراته الافريقيه في مواجهات الذهاب بدور ال 32. احنا الفريق الوحيد من اربع فرق مصريه مشاركه في البطولات الافريقيه. المفروض يكون في احتفالات كبيره، المفروض دي بنحط تحتها 1,000,000 3,000 خط. في فريقنا بنشوف حاجات مختلفه، بنتفاجئ ببعض وسائل الاعلام والسوشيال ميديا اللي بتنسى الزمالك او بتنسى فوز الزمالك او بتتعمد نسيان فوز الزمالك. بداوا ان هم يتكلموا عن ازمه هنسميها ازمه وهميه بصناعه اعلاميه مغرضه، يؤسفني اقول مغرضه، بان اللاعب كابتن الفريق، حتى هو مش لاعب يعني صغير او ناشئ او يعني المفروض ده ممكن بنقول كده انه مثلا اللعيب الصغيرين او الناشئين اللي لسه ما عندهمش خبرات ممكن يكون ما عندهمش بعض الخبرات عشان يتعاملوا مع بعض المواقف. لا، ده كابتن، هنا بتكلم عن حازم امام كابتن من كباتن الفريق، كسر غرفة ملابس اللعيبة في ملعب تذكر الكيني بعد المباراة. شفنا صور لغرفة اللاعبين وفيها زجاج باب متكسر وورق على الأرض بعد مغادرة لاعبي الزمالك للغرفة، وكل وسائل الإعلام نشرت إن حازم إمام اتخانق مع مدربه وزمايله بالفريق بعد المباراة وكسر زجاج الغرفة. قالوا كمان إيه؟ قالوا كمان إن المنسقة الإعلامية لفريق تذكر قدمت شكوى في نادي الزمالك بحجة تكسير زجاج غرفة اللاعبين. طيب في البداية حازم إمام كابتن الفريق طلع وكذب بالفعل الكلام ده، وقال إن الباب كان مغلق وصعب إن هو يفتحه، ولما حاول يفتحه بقوة اتفاجئ إن الإزاز اتكسر، وبناء على كده راح لمسؤولي الملعب ومسؤولي نادي تذكر عشان يعتذر ليهم. ولكن مع ذلك كأن الناس كلها كانت هناك، كل الناس عاشت القصة، كل الناس كانت في الملعب وكل الناس كانت في كينيا. سبحان الله، اتفاجئنا بقصص وحكايات غريبة ما حصلتش، وكأن الناس دي كلها كانت شاهدة على الحدث وواقفة وعاشت اللي حصل. لكن انا قلت لكم الكلام ان كابتن حازم امام صاحب الواقع نفسه قاله. ولكن انا عايز اسال سؤال بسيط قوي بجد عشان فعلا لا محتاجين اجابه، هو ليه بعض وسائل الاعلام بيتعمدوا فكره ان هم يشوهوا صوره الزمالك ولاعيبته، وبعدين نرجع نقول اصل انتوا عايشين في نظريه المؤامره، اصل الزمالك؟ لا، دي مش مؤامرات ولا كونيه ولا وهميه، الزملكاويه ونادي الزمالك وجماهيره عايشينها. لا، دي طاقة بتتصدر على فكرة. السوشيال ميديا بتاعتنا كلنا واحدة، وكلنا بنتصفحها، وكلنا بنشوف اللي بيتقال على الصفح. ليه فكرة التعمد إن إحنا نقلل من أي انتصار، أو نطلع الإشاعة بعد انتصار على طول؟ ممكن يكون الانتصار ده هيفرح الجمهور. والله يا جماعة الزمالك المفروض إنه فريق وطني مصري،
ولما بيكسب اي بطوله افريقيه او يحقق انجاز بيتحاسب لمصر. لكن السوشيال ميديا كعادتها بتكبر اي موضوع بيتنشر في الاعلام وتحوره وتغيره وتشعلله وتولعه. على فكره هو من حق نادي تذكر ان هو يقدم شكوى ضد الزمالك عشان يبرر هزيمته في ملعبه ويكبر اي امور، وممكن ان هو يكون بيحاول يجمل الصوره بشكل عام في الاعلام. لكن ليه الاعلام بيتعمد ان هو يكبر الامور ويغيرها ويشوه صوره الزمالك؟ ده بيزعلنا، والله بيزعلنا قوي من بعض وسائل الاعلام اللي بتحاول ان هي فكره تصنع ازمات، تعمل مشاكل، مشاكل وهميه في نادي الزمالك عكس اللي بتعمله مع باقي الانديه الثانيه. بنشوف لعيبه في الانديه الثانيه بتتخانق مع مدير الكره وخناقات ومشاكل مع مدربهم وبيتوقع عليهم عقوبات، وعقوبات كبيره كبيره قوي، يعني ما بتكونش محطوطه في لائحه اصلا، يعني بنلاقي عقوبه كده فجأة رهيبة. لكن الإعلام ما بيركز عليها، ما بيعملش نفسه شاهد ولا كأنه شاف حاجة، شاهد ما شافش حاجة أصلا، على العكس دول بيقدموا مبررات، كمان بيقدموا مبررات للخناقات اللي بتحصل في الأندية التانية. في النهاية في النهاية بطمن الجمهور، الموضوع مش موضوع أصلا، مجرد فرقعة إعلامية، وان اي شكاوى من تذكر الكيني ضد الزمالك مش هتاثر نهائيا ولا على نتيجه المباراه ولا على اداء الفريق ولا على اي اجواء محيطه لفريق الزمالك اللي ممكن تكون او البعض متخيل ان هي ممكن تاثر على اداء الفريق في مباراه العوده. موضوع بسيط، ما تصدقوش الشائعات، افرحوا بفريقكم، حقق الفوز في بدايه المشوار الافريقي، قدم مباراه مهمة، مباراة محترمة، وانتوا جمهور عظيم، انتوا جمهور الزمالك العظيم، افرحوا بفريقكم، فريقكم كبير، وهنكمل مسيرة الانتصارات وهنكمل مسيرة البطولات ومش هنفرط في البطولة الافريقية. عاش الزمالك، عاش جمهوره العظيم. سمعنا كم المغالطات، سمعنا كم الهبد والهري والهرس اللي قالته فرح بلكونة على المشكلة. طلع المشكله والعيب مش في حازم امام ولا كارتيرون ولا اي حاجه، لا طلع المشكله في الباب. الباب قليل الادب ما كانش راضي يفتح لكابتن حازم امام. كابتن حازم امام ضرب الباب وراح رجع اعتذر للمسؤولين، قال لهم معلش اصل انا ضربت الباب فما رضيش يفتح. العيب في الباب، صلحوا الباب. طيب اللي انا عايز اقوله حاجه بس، ان اصلا غرف خلع الملابس بتبقى مفتوحه، ما فيهاش قفل مقفوله من جوه ولا مقفوله والباب متربس زي ما هو بيدعي او زي ما هي بتدعي. تاني حاجه، في الطرقه عمال موجوده، سواء امن او امن استاد او امن داخلي او عمال غرف الملابس بيبقوا متواجدين عشان يساعدوا اللعيبه الاتجاهات اللي يعني اللي جاي ده ما يعرفش المكان، هنا المكان اتفضل هنا. بعد المباراه حازم امام زي ما احنا عارفين عارف ان كارتيرون ما لعبوش وما نزلوش في الماتش، راح مكسر بقى الازايز ومكسر الازاز ومخبطها. هي بتقول لك ايه؟ هم بيغطوا على الاحداث علشان النتيجه مش نتيجه ايه؟ ما هو الماتش اتلعب ملوش دعوه، حتى لو قتل واحد في الملعب او بره الملعب خلاص انتهى الموضوع، الموضوع مش كده. وبيغطوا ايه؟ الناس دي ناس محترمه، اكرمتكم وضيفتكم، تروحوا تكسروا لهم غرفه الملابس وترموا لهم الحاجه في الارض ويقعد يدغدغ ويهبد، ما يحترم نفسه. اذا كان كابتن الفريق بيعمل كده امال بالك بالعيال التانيين. بس هي المشكله مش في كده، المشكله ان التبرير والكذب وال يعني التدليس على المشاهدين عشان الطبطبه. برضه نفس اللي بتكرره، يوم امام عاشور محدش قال له عيب احترم نفسك خلي عندك ادب على الاسفاف اللي انت طلعته. يوم شيكابالا عمل الحركه اللي مش محترمه لجماهير النادي الاهلي محدش قال له عيب ولا احترم نفسك ولا خلي عندك ادب. وادي يوم حازم امام محدش يقول له تلم عيب، ده انت كابتن الفريق، عيب ان انت تعمل كده. هو انت هي خناقه، انت داخل فاكرين يوم الخناقه بتاعت ماتش الاهلي والزمالك لما حسام غالي طقم له اداله على وشه، فاكرين الموقعه دي؟ يوم رمضان صبح ايام ما كان في الاهلي وقف على الكوره وده راح احتك بيه وضربوا بعض واتخانقوا، فاكرين الكلام ده؟
وكان عامل 7 رجاله ببعض راح اتضرب واتشد زي ما يكون حرام غسيل. بس المشكله ان فرح بلكونه مره يوم ما كانوا بيعقبوا على المباراه بتاعه السوبر لما ابو تريكه لما الواد شيكابالا عمل الحركه مش تمام، فقالت انا لو مكانه كنت عملت اكتر من كده ردا على جماهير النادي الاهلي، وبتلقح كلام بتقول في لاعب عمل كده مع مدير الكوره واتخانق مع مدير الكوره ووقعوا عليه غرامه كبيره من غير لائحه، بتلقح على كهربا وسيد عبد الحفيظ. اولا سيد عبد الحفيظ ما اتخانقش مع كهربا، كهربا شد مع الشناوي وكان بيهزر معاه قال له ما يصحش الكلام ده فين، قال له طب كذا، قال له ما ينفع، قال له طب كذا، راح قرر النادي الاهلي وقع عقوبه كبيره على كهربا لان مفيش هزار في النادي الاهلي، النادي الاهلي مؤسسه جديه في 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 ثواب وفي عقاب، ما عندناش احنا طبطبه ولا حد يطبطب على التوته بتاعه اللاعب ولا يقول له معلش ولا بكره ولا عشان خاطري ولا ما عندناش الكلام ده، عندنا في اداره محترمه، كابتن الخطيب راجل محترم عارف اللي ليه وعارف اللي عليه، عارف واجباته وعارف حقوقه، كذلك كل اللعيبه منضبطه، مفيش حد بيخرج عن الطريق، اي حد بيخرج عن النص ملوش مكان في النادي الاهلي، والعبر كتير، عمرو سماكه وصالح جمعه وابراهيم سعيد وحسام حسن وابراهيم حسن وكتير وكتير وكتير. اي حد بيسلك طريق غير طريق النادي الاهلي بيقول النادي الاهلي بيقول اتفضل، مع السلامه، مالكش عندنا غير التقويم والتهذيب، خرجت عن التقويم والتهذيب بتطلع بره، لكن انتوا دلعكم وطبطبتكم على لاعيبتكم ونفخكم فيهم بيصنعوا منهم بالونات بتتفرقع فيكم انتوا، مش بتفرقع في النادي الاهلي ولا بتفرقع في جمهور النادي الاهلي، بتفرقع فيكم انتوا. اللاعب بيحط رجله على رجله يقول انا عايز 20 مليون، عايز 40 مليون، عايز 60 مليون، اهو كده، انا راجل اسطوري، انا راجل دينامو، انا راجل القرن. مش بيحصل كده، بيحصل معاكم الكلام ده ولا لا؟ اي لاعب ملوش 3 لازمة ولا 30 لازمة بتتحايلوا عليه وبتقولوا له عشان خاطرنا جدد ومش جدد وبتاع، نص لعيبة الزمالك هتطفش، نصها لعيبة الزمالك هتطفش، الإدارة غلط، والإعلام السافر السافر اللي يعني عنده نوع من أنواع البجاحة إن هو يطلع يدافع عن واقعة، وأصلاً الإعلام اللي اتكلم ده هم 2 إعلاميين كريم حسن شحاته وهاني حتحوت، الاثنين دول بس اللي اتكلموا في الموضوع، محدش تاني اتكلم في الموضوع خالص، لا قناه الاهلي اتناولت الفضيحه والكارثه دي، على العكس مع ان لو النادي الاهلي عنده مشكله انتوا كنتوا خدتوها البانه، ولا الواد احمد جمالات ولا الواد اسلام صادق ولا اي حد، ولا حد اتكلم، ولا حد قال حاجه، حتى في اون تايم سبورت كل صم بكم يا باشا، محدش اتكلم في الموضوع ده اهو، وطلع فرح بلكونه بتلقح بالكلام وتقول لك السوشيال ميديا هو في دخان او في رماد من غير دخان يا بلكونه؟ مفيش الكلام ده. فتعقلي وارحمي نفسك من الحرقان من النادي الاهلي، يعني انت عندك مشكله اللاعب بتاعك كسر البتاع ده وتقول هم هيطلعوا، البنت طلعت بالمنسقه الاعلاميه مع كريم حسن شحاته قالت لهم عيب الكلام ده وازاي لاعب كبير يطلع يكسر فيه، احنا استغربنا اصلا يبقوا فايزين ويطلعوا يكسروا لنا البتاع، انت ناس بتضيفك، يعني انا مثلا اكون ضيف عندك في البيت اروح مكسر لك الاوضه واخد بعضي وامشي وارجع اقول لك انا اسف؟ ما اللي بيحترم بيحترم نفسه، سواقة سمعتنا في مصر وخارج مصر، ده انتوا البجاعه في دمكم، ما تحترموا نفسكم انتوا ضيوف عند الناس، تخلي عندكم شويه دم وشويه كرامه، فضحتونا. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك، تدعمني انا بلايك عشان الفيديو بتاعنا يقترح لاهلاويه اخرين، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه و10، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.